وطبعا نحن نعيش اجواء شهر رمضان، محاوله توفير سلع غذائيه باسعار مخفضه للمواطنين. هناك معرض يسمى بمعرض اهلا رمضان في ارض المعارض بمدينه نصر بالقاهره، وهذا المعرض فيه العديد من الشركات التي تعرض السلع باسعار مخفضه. معنا مباشره مراسلتنا جيرمين ابراهيم. جيرمين، اهلا بك، وكيف تبدو الاجواء لديك الى الان في معرض اهلا رمضان، وايضا اقبال المواطنين على المعرض؟ هل تسمعيني جيرمين؟ جميل، لو تسمعيني الآن مباشرة أود أن أتحدث حول أجواء معرض أهلا رمضان المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، وأيضا مدى إقبال الجمهور إلى الآن حول شراء السلع المتواجدة فيه. نعم حساني، نتواجد في معرض سوبر ماركت اهلا رمضان الذي تابعناه على مدار الايام الماضيه وصولا الى اليوم هذا. المعرض الذي يقدم يعني اسعار مخفضه للمواطنين وخصومات على السلع المختلفه، هذه الخصومات بتصل ل 20%. شهد هذا المعرض اقبال كبير منذ بدايه افتتاحه، يمكن هذا الاقبال قل قليلا وصولا الى اليوم يعني مقارنه بما تابعناه حتى قبل بداية الشهر الكريم، وخاصة أننا قاربنا على المدة المحددة لانتهاء هذا المعرض بنهاية هذا الشهر. هذا يعني الوقت أو المنافذ المختلفة التي تقوم بتقديم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية الشهر هي المنافذ التابعة لوزارة التموين، بالتحديد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأيضا جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وأمان التابعة للشرطة المصرية. في اقبال كما ذكرت لك ضعيف، ربما ايضا هذا يكون له تفسير انه اليوم الجمعه عطله رسميه، ربما الاقبال زاد قليلا بعد صلاه الظهر، ولكن في مجمله الاقبال ضعيف. ربما تابعنا حتى على مدار الايام الماضيه ضعف الاقبال مع اتجاه المصريين والمواطنين لتخزين المنتجات قبل بدايه شهر رمضان الكريم، لكن بشكل مستمر السلع ما زالت متواجده في مختلف المنافذ. ربما هناك سلع يعني نقصت في بعض المنافذ، ولكن في بيتم تجديد هذه السلع بشكل مستمر. الإقبال بشكل أكبر بيكون على السكر، وخاصة أنه سعر كيلو السكر في المعرض هذا العام بيصل لثمانية جنيهات، في الخارج بيتجاوز هذا الثمن كثيرا. أيضا المجمدات سواء كانت لحوم أو دواجن، كيلو الدواجن بيصل لتسعة عشر جنيه، أما اللحوم الطازجة بتصل لخمسة وثمانين جنيه، واللحوم المجمدة بتصل لستين جنيه. أيضا يعني كيلو البلح بيصل لعشرة جنيهات بدلا من خمسة عشر جنيهات، فهناك خصومات كبيرة للمواطنين في هذا المعرض الذي يعكس التكاتف الذي يجب أن يكون بين القطاع الحكومية وأيضا شركات القطاع الخاص، خاصة أن شركات القطاع الخاص شاركت يعني أو ساهمت بشكل كبير في هذا المعرض. كان عدد الشركات المشاركة في هذا المعرض حتى يوم السادس عشر من مايو بتصل لمائتين وستين شركة على مساحة 15,000 متر مربع، قامت بتقديم منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة، وكان هناك حملات كبيرة من وزارة التموين للتأكد من تطبيق الخصومات المعلنة، أيضا اتباع القانون الخاص بأهمية وضرورة وضع سعر المنتجات على السلع المختلفة وتاريخ الإنتاج والصلاحية. فهذا المعرض أيضا الذي ينتهج سياسة البيع المباشر من المصنع للمستهلك، مما يؤدي إلى خفض سعر المنتج وصولا في النهاية إلى المستهلك. أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الوقت المخصص لهذا المعرض بنهاية هذا الشهر، وأثبت هذا المعرض النجاح الكبير والإقبال الكبير اللي يمكن كنا بنراه يترجم في امتلاء عربات التسوق بالمشتريات الكبيرة من قبل المواطنين، وحالة الرضاء التي عبر يعني عنها عدد من المواطنين. يمكن رصدنا لقاءات معهم في هذا المعرض عن أنه في خصومات كبيرة على المنتجات مقارنة بما يقدم في المنافذ الخارجية. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك إذن جيرمين إبراهيم من داخل معرض أهلا رمضان بأرض المعارض بمدينة نصر، أشكرك شكرا جزيلا.